هاي انا محرج لي هون وفي رجل هون، يعني هذا السقف يعني لو جاي 4 أصابع لهون كان قاسي لي رجلي. واحد بده يغسل، شلون بده يغسل؟ يعني لا في غسالة مثلا مثل شغلة كهرباء، ما في عندي كهرباء هلا. حقيقة كل يوم في عنا قصة جديدة، كل يوم في عنا مأساة جديدة بنسمعها، يعني فالذاكرة صارت مليئة. فالمرحلة القادمة راح تكون هي تكون دعم نفسي للطلاب أكثر ما تكون إعطاء معلومة للطالب.